شيء مستحيل يعني ضعاف يعني من احسن من زمان يا زلمه. اذا واحد يكون عضلاته خيو جسم هي احسن يغل بوري يعني احسن مستحيل هو هذا الجيش شو الجسم طيب تعالوا نسال تعالوا نساله بس يطلع ياخذ جائزه السلام عليكم اخوي شلونك؟ شو اخبارك؟ اخوي حابب تكسب جائزه مصاري الله تربح عند العصر شو يعني؟ خيو بس بدي تطلع للطابق الثالث في واحد هون حاطط جائزه اللي بيوصل عند الطابق الثالث. ايه يعني شو المانع يعني؟ المانع انه في حاطط كل طابق واحد بدك تكسره وتغلبه شيء تحسن تطلع الطابق اللي بعده. بس هيك؟ ايه بس هيك نحن طلعنا حاولنا خيو كثير هواية ما احسن مالي بصراحة. فقلنا بلكي بتكسب لك مصاري. ايه وقت وش يعني؟ بتعرفوا شيء منها؟ حابب انت تعطينا شوي بس تخلص. ماشي انت كريم نحن بتستاهل. ما مشكلة بس يعني هلا اطلع بس هيك كسر انه خلص باخذ جائزة. ايوه تاخذ الجائزة بس توصل لاخر طابق لصاحب الجائزة تاخذ منه الجائزة. ماشي ماشي يلا نشوف. يا رب يا رب يفوز. والله يا الله الله رافع لعنة ابوك. لا روح انت والله ابوك يا خجي. شكلك مجنون هذا. شوف الله سبب ابراد مين ابراد؟ ابراد شو في ابراد؟ انت ابراد؟